السلام عليكم، سعيدة لإني معكم لدرس جديد من منظومة البث القطرية. معكم فاطمة ناشف. درسنا اليوم رح يحكي عن كائنات حية دقيقة في المختبر وفي البحث العلمي. رح نتطرق بالقسم الأول من هذا الدرس لمن هي الكائنات الحية المجهرية، التشابه والاختلاف بين الكائنات الحية الدقيقة المختلفة والكائنات الحية الدقيقة الأكثر استعمالاً في المختبرات. منبلش بداية بالمقدمة. لوي باستير قال: هؤلاء الحمقى لا يعرفون كيف يغلقون زجاجاتهم. قالها للأشخاص اللي كانوا يفكروا إنه الكائن الحي ممكن يتكون من جماد، أو وقتها كانوا يآمنوا إنه في عنا خلق تلقائي. بس لوي باستير ضد هاي الفكرة، كان وهو كان يآمن إنه كل كائن حي مصدره من كائن حي آخر. لهيك عمل تجربة، رح نحكي عن تجربته ومبدأ هاي التجربة. مش رح نتوسع فيها من ناحية ضوابط وعلاجات، بس زي ما انتو شايفين أخذ وعاء سكب فيه وسط غذائي سائل، عقم هذا الوعاء، قتل فيه كل الكائنات الحية اللي موجودة من قبل، ومن هون أجت عملية البسترة. بعدين بعد وقت قسمه لوعاءين، زي ما انتو شايفين هون وعاء واحد العنق عمله مقعر تناه لتحت، ووعاء العنق ضله عمودي أو مستقيم فتحة الوعاء. التنتين مفتوحات، كمان هاي وكمان هاد الوعاء مفتوحين للهواء الخارجي. شو قال باستير؟ قال انه هاي الشكل للعنق مش راح يسمح للهواء اللي حامل بكتيريا يقدر يوصل لداخل الوعاء، وبالتالي مش راح يتكاثر فيه بكتيريا. بينما هذا الوعاء سهل انه الهواء يفوت، وحامل طبعا معه هو بكتيريا، بالوسط الغذائي المتوفر تقدر البكتيريا تتكاثر، واللون يصير عندنا معكر. وهيك يلاقي الفرق بين الأنبوبين، الأنبوب اللي معكر نمت فيه بكتيريا، والهون اللي فوق ما نمتش فيه البكتيريا. ويبقى هاد إثبات لأنه كل كائن حي مصدره من كائن حي. أول ما نسمع إحنا عن الكائنات الحية الدقيقة، أول ما بخطر ببالنا البكتيريا. ولما نقول بكتيريا، أول ما بخطر ببالنا أفكار سلبية زي الأمراض، التلوث، الأوبئة، تلف المواد الغذائية. بس حسب المعلومات اللي معنا اليوم وإحنا بنعرفها، 1% فقط من الكائنات الحية الدقيقة هي مسببة للأمراض عند الإنسان، و4% منها مسببة للأمراض عند النباتات. يعني بضل 95% هي مفيدة. فإحنا بنقدر نستغل هاي البكتيريا، نستفيد منها لصالحنا. مثال عنا الإيكولي، بنقدر نستفيد من الإنسولين. فمن هي الكائنات الحية الدقيقة؟ هو اسم عام لجميع الكائنات الحية التي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر أو ما يسمى بالميكروسكوب، ولذلك سميت أيضا بالكائنات الحية المجهرية. الكائنات الحية الدقيقة تعيش بأشكال وأنماط حية مختلفة تماما عن بعضها البعض، والتي يمكن أن نجدها في عدد من ممالك مختلفة. عندنا 6 ممالك: مملكة البكتيريا القديمة والكائنات الحية فيها غير حقيقية النواة، مملكة البكتيريا الحقيقية كذلك الكائنات الحية غير حقيقية النواة. هون عندنا أمثلة طبعا لكل مملكة. عندنا مملكة الطلائعيات، كائنات الحية فيها حقيقية النواة. مملكة الفطريات، كائنات حية حقيقية النواة. عندنا مملكة النباتات، كذلك الكائنات الحية فيها حقيقية النواة. ومملكة الحيوانات برضه تعتبر حقيقية النواة. لما أقول أنا حقيقية النواة وبدائية النواة،
شو الفرق بينهم؟ حقيقية النواة يعني لما نشاهد بالميكروسكوب إحنا منشوف عضية النواة محاطة بغشاء وداخلها موجودة المادة الوراثية، بينما لما نقول بدائية النواة منشوفش عنا نواة، بينما المادة الوراثية بدها تبقى موجودة بالسيتوبلازما. هل كل هذا الكم الكبير من الكائنات الحية ومن الممالك بدليل على الاختلاف بين الكائنات الحية، ولا في عنا كمان تشابه؟ إذا أنتوا بتاخذوا الخلايا بالكائن الحي الواحد مثلا الإنسان، إحنا بنشوف إنه في عنا صفات متشابهة وصفات مختلفة. ممكن مثلا التشابه إنه كل الخلايا لازم إنه يبقى عندها غشاء، والمادة المواد اللي بتكون الغشاء برضه متماثلة. ممكن يبقى مثلا عندنا اختلاف بين خلية خلية منوية وخلية بويضة، في عندنا اختلاف بالشكل وفي عندنا اختلاف بالوظيفة، في عندنا اختلاف بين خلية دم حمراء وبين خلية أعصاب، وهذا الاختلاف حسب مبدأ ملائمة المبنى للوظيفة. إذن يوجد لكل الكائنات الحية المعروفة تماثل كبير في المبنى الأساسي للخلايا، تركيبها وعمليات فيزيولوجية أساسية تحدث فيها. ضروري أن كل كائن حي ينتج طاقة، لأنها الطاقة ضرورية لحدوث عمليات الأيض. بس في فرق بين الكائنات الحية كيف ممكن تنتج الطاقة. ومن جهة أخرى يوجد اختلاف في شكلها ووظيفتها. مثلا في عنا اختلاف بين خلية منوية وبين شكل خلية البويضة. الخلية المنوية إلها صوت ورأس، الصوت بده يساعدها على الحركة لأنها بدها تتحرك وتوصل لخلية البويضة، والرأس غني بالميتوخوندريا بده يوفر طاقة للحركة شات الخلية المنوية عشان تقدر توصل للبويضة، بينما خلية البويضة حجمها أكبر لأنه فيها مواد ادخارية بده يتطور فيها الجنين، وكمية الميتوخوندريا بدها تبقى أقل لأنه هي مش لازم تتحرك. نفس الشيء خلايا العضلة، خلايا العضلة عشان تقدر تتحرك الخلايا بدها إنتاج طاقة، فهي برضو فيها كمية كبيرة من الميتوخوندريا. هون في عنا زي ما أنتوا شايفين خلايا حقيقية النواة، ممكن تبقى خلايا حيوانية، خلايا نباتية، وعندنا خلية بدائية النواة. منشوف إحنا تشابه بين هدول نوعين الخلايا الحقيقية والبدائية. مثال الغشاء البلازمي، كل خلية كائن حي من المفروض إنه يبقى لها غشاء، هو الغشاء اللي بيفصل بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للخلية ويحافظ على مستوى تركيز ومواد داخلية تختلف عن البيئة الخارجية للخلية. في عنا كمان سيتوبلازما، كمان بالبدائية وكمان بالحقيقية في عنا سيتوبلازما. في عنا ريبوزومات، الريبوزومات هي ضرورية لإنتاج البروتينات، لهيك الفيروسات اللي لا تحتوي على ريبوزومات هي لا تعتبر كائن حي. في الاختلافات برضه، في بعض الاختلافات مثال النواة، النواة موجودة بالخلايا الحيوانية والنباتية اللي هي تعتبر خلايا حقيقية النواة، بس مش موجودة بخلية بدائية النواة. اوكي، في عنا كمان الميتوكوندريا موجودة بالخلايا حقيقية النواة ومش موجودة بال بدائية النواة. فمنشوف في عنا تشابه وفي عنا اختلاف بين الخلايا. هون في عنا أربع عمليات بدنا نقارنها، وين بتصير هاي العمليات، بأي عضيات،
بخلية غير حقيقية النواة وبخلية حقيقية النواة. إذن العملية الأولى المحافظة على بيئة داخلية مراقبة بفضل مين أو بفضل شو إحنا بنقدر نحافظ على بيئة داخلية تختلف عن البيئة الخارجية بفضل طبعاً غشاء الخلية. فقلنا الغشاء موجود كمان بالخلية غير حقيقية النواة وبالخلية حقيقية النواة. إنتاج الطاقة إحنا قلنا إنه إنتاج الطاقة ضروري للكائنات الحية، بس السؤال كيف بتنتج الطاقة؟ الخلية غير حقيقية النواة بتنتج الطاقة عبر الغشاء الخلية والسيتوبلازما، بينما أساس إنتاج الطاقة بالخلية حقيقية النواة هو بعضية الميتوكوندريا. التكاثر عند الخلايا غير حقيقية النواة هو تكاثر لا جنسي وعندها كروموزوم واحد، بينما بالخلية حقيقية النواة عندنا عدة كروموزومات والتكاثر ممكن يبقى تكاثر جنسي أو تكاثر لا جنسي. بناء البروتينات بده يبقى عن طريق عضيات الريبوزومات. سؤال هيك تقدروا تفكروا فيه تستشيروا المعلمين. الفرق أو الفروق الأساسية بين خلايا غير حقيقية النواة وبين خلايا حقيقية النواة تتجلى في الصفات التالية: تنظيم المادة الوراثية، كبر أو حجم الخلايا، ومدى التعقيد والتقسيم للأقسام الداخلية في الخلية. يعني إحنا بالخلايا غير حقيقية النواة ما شفناش غرف داخل الخلية، ما شفناش نواة، ما شفناش ميتوكوندريا، هاي هي عبارة عن عضيات، جهاز جيولوجي، شبكة إندوبلازمية، ما شفناهوش هذا كلياته بخلايا غير حقيقية النواة، ما كانش عندنا تقسيم. بينما خلايا حقيقية النواة شاهدنا هذا التقسيم ووجود عضيات، وداخل العضية بدها تبقى البيئة تختلف عن البيئة اللي موجودة بالسيتوبلازما، لأن العضيات برضه محاطة بغشاء. سؤال: هل حسب رأيكم توجد هناك علاقة بين حجم الخلية، كبر الخلية، وبين مدى التعقيد في أقسامها الداخلية؟ هنا ترتيب لكبر الأجسام، خلنا نعرف إحنا عن شو بنحكي. زي ما أنتوا شايفين هون في عنا مسمار وعليه شعرة، هون عنا عث الغبار، منقرب كمان عنا حبيبة اللقاح، عنا خلية لمفاوية، عنا خلية دم، عنا خميرة الإيكول، عنا هون الإيكولي، هون عنا رينوفيروس، هون إيبولا الفيروس، وهنا بالأصفر ستافيلوكوكوس. الكائنات الحية الدقيقة الأكثر استعمالاً في المختبر إحنا بنستعمل بكتيريا وبنستعمل فطريات. البكتيريا هي إيكولي، بيسوبيتولوس، إس أوريوس، أنا بحكي طبعاً الأسامي المختصرة. والفطريات هي خميرة الخبز أو البيرة، الإس سيرفيسيا. منبلش بداية بالفطريات واللي بيميزها. الفطريات هي ممكن تكون خميرة، ما تنسوش إنه الفطريات هي عبارة عن مملكة بحد ذاتها، أوكي؟ هي في منها خميرة، في منها هاي الخميرة، في منها فطر العفن، التعفن اللي بنشوفه على الأكل، وفي عنا فطر الفقع. هدول الخميرة وفطر العفن هم أحادية الخلايا، فطر الفقع هو متعدد الخلايا. شو بميز الفطريات؟ احنا قلنا هي مش نباتات، لهيك هي لا تحتوي على كلوروفيل، هي غير ذاتية التغذية، هي تنتجش غذائها لحالها.
تعملش عملية تركيب ضوئي، هي بتفرز إنزيمات للبيئة الخارجية، بتحلل المواد الموجودة بالبيئة الخارجية وبتمتصها. خلايا ذات جدار عديمة الحركة، تعمل علاقات متبادلة مع أنواع مختلفة من الفطريات، هي حقيقية النواة، يعني المادة الوراثية محصورة وموجودة داخل عضية النواة، تكاثر عندها تكاثر جنسي ولا جنسي. الخميرة أو الخمائر تتكاثر تكاثر لا جنسي بواسطة التبرعم وانقسام الخلايا الغير مباشر اللي هو ميتوزا، يعني خلية واحدة تعطينا خليتين. كيف التبرعم بيصير؟ الخلية بتعمل تبرعم سيتوبلازما، السيتوبلازما هنا بتبدأ تكبر، أوكي، وبعدها النواة بدها تنقسم لجزئين، جزء منها بده يروح للخلية الجديدة، وهيك زي ما انتو شايفين بتصير سلسلة خلايا موجودة بجنب بعض. الكائنات الحية الدقيقة بتعمل قلنا كمان انتاج للطاقة، مزبوط، ففي امكانية تعمل انتاج طاقة عن طريق تنفس خلوي هوائي او عن طريق تنفس خلوي لا هوائي اللي هو التخمر. طبعا المرحلة الاولى هي مشتركة بين العمليتين اللي هي الجليكوليزا، وبيتم فيها انتاج جزيئين من الطاقة، بينما لما بدنا نكمل عن طريق تنفس خلوي طبعا بوجود الاكسجين، الناتج حامض البروفيك بده يروح على الميتوخوندريا، وهناك بده ينتج عندنا ثاني اكسيد الكربون، عشان هيك العجينة بتنفخ من غاز ثاني اكسيد الكربون، وانتاج الطاقة بده يبقى بكميات كبيرة. بينما لما احنا بدنا نروح على طريق التخمر بعدم وجود وتوفر الاكسجين، انتاج الطاقة بده يبقى بس بالمرحلة الاولى، وطبعا بعدين حامض البيروفيك بده يتحول لكحول، العملية بدها تصير بالسيتوبلازما، وطبعا بده ينتج ثاني اكسيد الكربون. فطريات الخمائر، الخميرة احنا بنستخدمها زي ما قلنا لإنتاج الخبز لما نعجن العجينة، إنتاج مشروبات كحولية، وبالبحث العلمي بالمدرسة بالمختبرات. الكائنات الحية الدقيقة برضو لازم احنا نوفر لها ونهيئ لها شروط معينة. الخميرة او الفطريات اللي هي الخميرة اللي هي نوع من الفطريات، شو الشروط التنمية المناسبة لإلها؟ درجة الـ pH، احنا قلنا لعمل الإنزيمات لازم يبقى درجات pH مثلى، أوكي؟ لكل إنزيم في درجة pH مثلى مناسبة لإله. بالخميرة درجة الـ pH الأمثل هي من 4.5 ل 5. في إمكانية إنها تعيش وتتكاثر بأقل، وفي إمكانية إنها توصل لـ 7.5، بس الأمثل هو بين 4.5 ل 5. الماء، هي مش بحاجة لكمية كبيرة من الماء، لهيك بالعسل أو بمربى التطلي احنا ممكن نشاهد تعفن على الرغم من انه تركيز السكر هناك عالي، بس البيئة بتبقى شوي مناسبة لإلها في بعض الخمائر والفطريات. درجة الحرارة تقريبا لازم تبقى ما تقارب 30 درجة مئوية، وتوفر طبعا الاكسجين، الاكسجين ضروري عشان تقدر تنتج الطاقة بعملية التنفس الخلوي، اوكي، اللي بتبقى فيه انتاج طاقة بكميات اكبر. مهمة للتلخيص هنا قبل ما نطلع للاستراحة، سؤال فيكم تفكروا فيه، في بحث معين ارادت باحثة تنمية كمية كبيرة من الخمائر بوقت قصير، والطريقة الأنجع لذلك هي تنمية الخمائر في وسط غذائي ملائم في ظروف حسب رأيكم تنفس خلوي هوائي أو تخمر. بشوفكم بعد الاستراحة.
رجعنا لكم من بعد الاستراحة، ولما طلعنا سألنا السؤال، أنه هو أفضل أي ظروف مناسبة أكتر؟ تنفس خلوي هوائي أو تخمر إحنا بنقدر ننمي فيه كميات أكبر من الخميرة؟ بتأمل إنكم جاوبتوا صح، ويكون الجواب هو تنفس خلوي هوائي. إذا أنتم متذكرين بالصفحة اللي شرحنا فيها عن التنفس الخلوي الهوائي والتخمر، إحنا قلنا إنه بالميتوكوندريا بده يكون عنا إنتاج كمان عملات طاقة، بينما بالتخمر إحنا بدنا نستكفي بس بالعملات الطاقة اللي بيتم إنتاجها بعملية الجليكوليزا اللي هي بتصير بالسيتوبلازما. لهيك أفضل لإنتاج كميات أكبر من الطاقة اللي بتساعد الضرورية للتكاثر بصورة أسرع وتيرة أعلى، إنه ننمي الخمائر في ظروف تنفس خلوي هوائي. بالقسم هذا من الدرس راح نحكي عن بكتيريا، تنقسم لإسمين، بكتيريا جرام موجب وبكتيريا جرام سالب. راح نتطرق لمنحنى نمو البكتيريا، بس قبل ما نبلش الشغل بالمختبر وقبل ما نفوت ونشتغل مع البكتيريا، في عنا عدة قوانين أو قواعد بتحافظ على سلامتنا. إحنا مظبوط البكتيريا اللي بنستخدمها بالمختبر وبنشتغل معها هي بكتيريا معروفة هويتها وبتضرش بالإنسان، بس إحنا لما نعمل وسط غذائي إحنا منأمن ظروف لنمو بكتيريا. ففي إمكانية تيجي بكتيريا توصل للوسط الغذائي وتنمو هناك، وهي البكتيريا تبقى ضارة. لهيك كل تعاملنا بالمختبر مع البكتيريا بده يبقى على أساس هاي البكتيريا ضارة. لهيك أول ما نفوت المختبر قبل ما نبدأ نبلش بالشغل، إبن المفروض إنه نلبس المريول ونحط الكفوف أو القفازات أحادية الاستعمال. كمان لازم نربط شعرنا إذا كان طويل، عشان إذا بدنا نستخدم نار ما نحرق شعراتنا. ممنوع فتح صحون نمت فيها كائنات حية دقيقة التي هويتها غير معروفة. إحنا قلنا إنه ممكن نحضر الصحون ونوفر الظروف وندشرها وتاني يوم نجيلها ونلاقي بهاي الصحون نمت عنا بكتيريا. هاي البكتيريا مش إحنا اللي زرعينها ومش إحنا اللي استخدمناها وهويتها مش معروفة، لحالها أجت على الصحون وهناك نمت. فإحنا بنعرف شو هي، ممكن تبقى هي كائنات حية مضرة، لهيك إحنا ممنوع نقرب لها وممنوع نفتح الصحون. لا يمكن عزل أو تنمية كائنات حية دقيقة مصدرها من جسم الإنسان، النفايات، التربة أو أي مصدر آخر الذي يمكن أن يحتوي على بكتيريا مسببة للأمراض. ممنوع لمس مستنبت البكتيريا بواسطة الفم أو الأصابع أو أدوات الكتابة. ممنوع يبقى عندنا تواصل مباشر بين البكتيريا وبين جسمنا، بين الأدوات اللي إحنا نستخدمها بعدين بعد ما نطلع من المختبر. على طاولة العمل يوجد وعاءين، وعاء لجمع مواد بيولوجية البكتيريا ووعاء لجمع الأدوات التي لامست البكتيريا. لازم الأدوات اللي طبينا اللي لامست البكتيريا إحنا لازم نعقمها، أوكي؟ وهنا بتيجي القانون الثاني، أدوات لامست البكتيريا يتم تعقيمها في نهاية التجربة. في حالة انسكاب مستنبت البكتيريا يجب إبلاغ المعلم بذلك، كما ويجب الحرص على تطهير اليدين ومكان العمل. الطاولة أول ما كنا نشتغل والإيدين لازم نعقمهم بألكوهول بتركيز 70% هو الأكثر نجاعة على التطهير. يجب استخدام الكائنات الحية الدقيقة المزودة من مصدر موثوق فيه. كمان مرة إحنا البكتيريا اللي منجيبها لازم نبقى عارفين شو هويتها، والمكان اللي أخذنا منها لازم يبقى موثوق فيه. على الأغلب إحنا
منجيب البكتيريا من مختبرات جامعة بار إيلان. احرصوا على غسل اليدين فوق كل هاي الاحتياطات وكل هاي القوانين والحيطة والحذر. كمان قبل ما نطلع من المختبر من المفروض انه نغسل ايدينا بالمية والصابونة، وبعدين نقدر نكمل بدروسنا. هون بدنا نحكي عن البكتيريا. قبل احكينا عن الفطريات، احنا قلنا بنستخدم البكتيريا ونستخدم الفطريات للبحث العلمي. هلا بدنا نحكي عن البكتيريا. البكتيريا هي كائنات حية وحيدة الخلية، خلايا بدائية النواة، ويمكن أن نجدها في بيئات حياتية كثيرة ومتنوعة. ممكن نقسم البكتيريا لاسمين، اللي هو بكتيريا جرام موجب وبكتيريا جرام سالب. البكتيريا تحتوي على جدار، بس جدار البكتيريا يختلف عن جدار النباتات. جدار البكتيريا هو مكون من سكر معقد بيبتيتو غليكان. إذا أنتم منتبهين، هاي البكتيريا الجدار موجود بالطبقة الخارجية، فيش بعده كمان طبقات، بينما بهاي البكتيريا الجدار موجود بعده فراغ لازمي، اوكي، وبعده موجود كمان غشاء خارجي، فهو بلمسش رأسا البيئة الخارجية. لهيك بفضل هذا المبنى احنا لما نصبغ البكتيريا، هاي البكتيريا الصبغة بدها تنمسك بالجدار ترتبط فيه، وهيك لهيك سميناها بكتيريا جرام موجبة. بينما البكتيريا جرام سالبة الصبغة مش راح تنمسك فيها، لأنه البيبتيدوغليكان موجود شوي لجوا. طبعا الغشاء موجود عند التنتين. فيكم هنا احنا البكتيريا اللي تعتبر جرام موجب هي بي سوبتيلس و اس اوريوس، والبكتيريا جرام السالب هي إيكولي. فيكم تشوفوا الباركود هنا وتتعرفوا أكثر عن الصبغة، صبغة جرام. كمان اختلافات بشكل الخلية بالبكتيريا. في عنا بكتيريا كروية، في عنا بكتيريا عصوية، وفي عنا بكتيريا لولبية. البكتيريا كيف بتتكاثر؟ البكتيريا بتبني مستعمرات، اوكي. الخلية الواحدة بتعطينا خليتين، الخليتين بتعطينا أربعة، الأربعة بدهم يعطونا ثمانية، وهيك من خلية واحدة بده يتكون عنا مستعمرة زي ما انتوا شايفين هنا بالفيديو. إذا مميزات المستعمرة: المستعمرة هي مجموعة من خلايا البكتيريا المتجاورة التي تطورت من خلية واحدة. تتطور المستعمرات فقط على وسط غذائي صلب مثل الأجر. احنا إذا نمينا البكتيريا بوسط غذائي سائل، احنا مش راح نقدر نشوف المستعمرات، لأنها راح تتوزع البكتيريا بالسائل. لهيك ضروري لمشاهدتها إنها تبقى بوسط غذائي صلب. أنواع البكتيريا المختلفة تنتج مستعمرات مختلفة زي ما أنتوا شايفين هنا. في عنا اختلافات بالمستعمرات، باللون، بالشكل. خلينا نفرق بين مصطلحين، أوكي؟ في عنا مصطلح النمو وفي عنا مصطلح التكاثر. النمو هو تجميع مواد اللي ضرورية للخلايا بكميات أكبر داخل الخلية. وبحال إحنا أحكينا عن خلية، عن كائن حي وحيد الخلية، فالنمو وبعدها بده يجي عنا التكاثر، بده يهيئ حاله للتكاثر. الخلية تنقسم لخليتين.
لما احنا نحكي عن نمو عند كائن حي متعدد الخلايا، مثلا احنا لما كنا بيبي كان عدد خلايانا صغير، حجمنا صغير، اوكي. لما احنا كبرنا نمينا عدد الخلايا زاد، بس احنا ما صرناش من شخص واحد صرنا شخصين، لا احنا ضلينا شخص واحد، اوكي. هسه تكاثر الخلايا عند الكائن الحي متعدد الخلايا ضروري، مثلا اذا جرحنا خلايا الجلد بدها تتكاثر عشان تبني جلد، اوكي. الخليه الواحده بدها تعطينا عده خلايا. فنمو الكائنات الحيه هو عباره عن زياده في المواد التي تكون الكائنات الحيه، زي كربوهيدرات، دهنيات، بروتينات، حوامض نوويه، ماء واملاح. عند كائنات وحيده الخليه إضافة مواد أساسية لنمو الخلايا يؤدي إلى انقسام الخلايا، وفي أعقاب الانقسام يزداد عدد الخلايا، أي تحصل زيادة في المجموعة. عند كائنات حية متعددة الخلايا إضافة مواد أساسية لنمو الخلايا يؤدي إلى انقسام الخلايا بواسطة عملية الميتوزا، التي تؤدي إلى زيادة في عدد خلايا الكائن الحي الكامل. الخلايا الجديدة تؤدي إلى نمو الكائن الحي حديث الولادة، وفي الكائن الحي البالغ تتيح تبديل الخلايا التي هرمت وماتت. نيجي هنا لمنحنى نمو البكتيريا. زي ما انتو شايفين المنحنى هنا مقسم لعدة أقسام. المرحلة الأولى هي أول ما نيجي نزرع البكتيريا، أول ما نيجي نحطها على داخل الوسط الغذائي، بيبقى عندنا ثبات. هون البكتيريا بتبدأ تنمو، بتبدأ تستغل بالمواد الغذائية اللي موجودة وتحضر حالها للتكاثر. بهاي المرحلة، مرحلة التكيف التأقلم، هي بتبدأ تعبر عن جينات اللي بتساعدها على التكاثر. بعدها المرحلة اللي بعدها بتيجي مرحلة النمو الأسي. احنا قلنا خلية واحدة بتعطينا خليتين، الخليتين بدهم يعطونا أربعة، الأربعة بدهم يعطونا ثمانية، الثمانية بدهم يعطونا 16، أوكي. تبدأ الخلايا تتكاثر ويزيد عددها. بعد بوقت إذا بتلاحظوا هنا مرحلة الثبات. ليش سموها مرحلة الثبات؟ لأنه عدد الخلايا البكتيريا مش قابل يزيد، ضله ثابت. في إمكانية يفسروها إنه عدد الخلايا اللي بتزيد قد عدد الخلايا اللي بتموت، بس في تفسير تاني اللي بيقول إنه إحنا البكتيريا اتكاثرت واستغلت كل المواد الغذائية اللي موجودة عنا، فبطلت قادرة، بطل متوفر لها كمان مواد غذائية اللي بساعدها على النمو والتكاثر. بهاي المرحلة إذا أنتم منتبهين في عنا ثبات زي المرحلة التكيف، بس هنا بهاي المرحلة البكتيريا بتعبر جينات اللي بتساعدها على البقاء على قيد الحياة، مش على التكاثر، البقاء على قيد الحياة. إذا إحنا ما خففناش وما زرعناش البكتيريا بصحون تانية ووفرنا لها كمية غذاء مناسبة ومطلوبة وجديدة، راح نلاحظ مرحلة الموت. الخلايا بدها تبدأ عددها يقل وتموت، وطبعاً إحنا بدناش نوصل لهيك مراحل. إحنا عشان نساعد البكتيريا على التكاثر بالصورة المضبوطة والمثالية، احنا لازم نوفر لها شروط. الوسط الغذائي لازم نوفر الغذاء المناسب للبكتيريا، مش نحط لها مثلا سكر معقد، هي بتقدرش تحلل السكر المعقد. لازم نحط لها نوفر لها الغذاء المناسب لإلها لتقدر تستغله وتنتج الطاقة الضرورية للتكاثر. درجة الحرارة، درجة الحرارة المثلى هي 37، فإحنا بدنا نحطهم بالإنكوباتور عشان نرفع درجة الحرارة. درجة الحامضية برضه لكل عمل الإنزيمات فيه عنا درجة حامضية مثلى.
استخدام مضادات حيوية طبعاً إذا إحنا بدنا نضر فيها بدنا شيها تتكاثر أو بدنا إياها تتكاثر استخدام أنتيبيوتيكا أو ما نستخدمش الأنتيبيوتيكا وإذا بدنا نستخدم الأنتيبيوتيكا استخدام الأنتيبيوتيكا المناسبة اللي بتقدر تضر فيها الملوحة لازم برضو تركيز الأملاح بالوسط الغذائي يبقى ماله مناسب عشان ما يصيرش عنا يؤدي الأمر لخروج مياه وجفاف تركيز الأكسجين طبعا إحنا لازم نوفر الأكسجين بكميات مناسبة عشان تقدر تنتج كميات طاقة كبيرة ضرورية للتكاثر هنا وصلنا للطرق اللي فينا نعد فيهم البكتيريا في عنا طريقتين الطريقة الأولى اللي هي عد بكتيريا حية أو عد مستعمرات والطريقة الثانية هي التقدير بواسطة فحص تعكر السائل لكل طريقة في الحسنات وفي السيئات خلينا نشوف حسنات عد البكتيريا الحية إنه بهاي الطريقة إحنا بنعد بس البكتيريا الحية السيئات إنها بطيئة إحنا لازم نزرع البكتيريا نخليها لليوم الثاني وبعدين بخدي لها وقت عبل ما تتكاثر وبعدين نيجي نشوفها الطريقة الثانية الحسنات إنها ناجعة وسريعة السيئات إنه بنقدر نعد بهاي الطريقة أو منضم كمان البكتيريا الميتة السيئة الثانية إنه لازم يبقى عنا حد أدنى أو عدد أدنى من البكتيريا وبهاي الحالة بهاي الطريقة لازم يبقى عنا على الأقل 10 ملايين بكتيريا في الملي الواحد طريقة هنا زي ما أنتوا شايفين فوتوسبكترومتر المخشير أو الآلة اللي إحنا بنقدر نفحص فيها التعكر السائل وطبعاً بنقرأ النتائج عن هذا المخشير بطريقة عد البكتيريا الحية إحنا بناخد بكتيريا بنخففها وبنزرعها بصحون بعدها بعد بيوم نيجي بنعد المستعمرات بنضربها بعامل التخفيف وهيك بنعرف عدد البكتيريا منطلقين من المبدأ اللي بيقول إنه المستعمرة أساسها بكتيريا واحدة وصلنا لنهاية الدرس بس في مهمة عليكم بدكم تفكروا فيها شوية المضاد الحيوي بنيتسيلين يعيق إنتاج طبقة ببتيدا جليكان التي تبني جدار البكتيريا جرام موجب نمية مستنبتي بكتيريا حساسة للبنيتسيلين في محلول هيبوتوني التي أضافوا إليها البنيتسيلين في أوقات مختلفة المنحنى ألف بالأزرق الغامق أضافوا البنيتسيلين لمستنبت البكتيريا بعد 4 ساعات من الحضن المنحنى باب الأخضر زي ما أنتوا شايفين هون أضافوا البنيتسيلين لمستنبت بكتيريا بعد 12 ساعة من الحضن الأسئلة صفوا نتائج التجربة لما نقولكم صفوا يعني شو أنتوا شايفين إقبالكم بالرسم البياني فسروا لماذا اختار الباحث إضافة بنيتسيلين بعد مرور 4 ساعات وبعد مرور 12 ساعة منذ بدء التجربة جيم فسروا نتائج التجربة لما نقول فسروا في فرق بين فسروا وبين صفوا فسروا بدكم تعتمدوا على معلومات بيولوجية انتو اتعلمتوها لتشرحوا شو أدى لنتائج التجربة إذن فسروا نتائج التجربة اعتمدوا في إجابتكم على آلية تأثير البنيتسيلين على البكتيريا بتأمل إنكم استفدتوا من حصة اليوم وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية شكراً لحسن إصغائكم